اهلا بيكم في حلقة جديدة النهاردة، بناء على طلباتكم ان احنا نتكلم عن الابراج كلها في فيديو واحد. والنهاردة الفيديو عن اسرار الابراج، هقول لكم على كل برج سر يعني هيبهركم بين سر يعني هيبهركم عن البرج دوت. فكل برج هنتكلم عن سر خطير جدا جدا لازم تعرفوه في التعامل معاه، ممكن تكونوا اول مرة تعرفوه. فالنهاردة هنتكلم عن ال 12 برج، وهنتكلم عن سر لازم تعرفه لو انت مهتم بالبرج دوت، هيخليك هتتجنن منه كالعادة. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وتقولوا لي كمان عاملين ايه في الحظر وفي الحجر الصحي اللي احنا فيه. زي ما قلنا ان موضوع كورونا لسه مستمر معانا، بليز يا جماعه تاخدوا كل الاحتياطات الواجبه واللازمه، موضوع الكمامه، موضوع غسل الايد على طول، المسافات الوقائيه ما بيننا وما بين اي حد عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي الناس اللي احنا بنحبهم. طيب ماشي، تعالوا بقى نبتدي ونقول سر عن كل برج. طبعا يا جماعه موضوع الابراج ده انا بحبه جدا جدا، بحس ان هو حاجه مفيده جدا في التعاملات في العلاقات يعني او في حياتنا الشخصيه. فخلونا نبتدي. اول برج معانا النهارده هو برج الحمل الناري. سر لازم تعرفه عن برج الحمل الناري ان هو لما يقول لك انا حاسس لازم تثق فيه، لان احساس برج الحمل بيكون بنسبه 99% ل 95% صح. دايما برج الحمل لما بيحس بحاجه بتحصل او بتبقى احساسه صادق فيها، هو بيعرف يحس، عنده حاسه سادسه رهيبه فظيعه. انا هعمل لكم مره اصلا فيديو عن الابراج اللي عندهم حاسه سادسه قويه جدا جدا جدا. اذا برج الحمل هو من الابراج اللي لازم تثق في شعورها، لان لو قال لك انا حاسس او انا شاكك او انا تخيلت او ان انا حلمت، اعرف ان هو بيتكلم بصدق، لان الكلام ده مظبوط بنسبه 100%. انا عندي اصحاب كتير جدا حمل على فكره، وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، بس انا بشوف الحمل بيعرف يتوقع صح، وهو ذكي جدا جدا، فدايما اللي بيتخيله اللي بيحصل معاه بيبقى مظبوط جدا جدا بنسبه كبيره. طيب خلونا بعد كده ندخل على البرج اللي بعده، وهو برج الثور. برج الثور الترابي. برج الثور الترابي السر اللي انت لازم تعرفه عنك ان هو لو قفل صفحه في حياته اذا فهي انتهت للابد. برج الثور من الابراج اللي ما بتفتحش صفحاته القديمه، يعني لو انت كنت مصاحب حد ثور او مرتبط بحد ثور وبعدتوا عن بعض، ما تتخيلش ان هو عمال بيبكي على فراقك وان هو زعلان وان هو هيرجع لك تاني او هيحاول يجي يصالحك تاني. الثور عنده لو الصفحه اتقفلت اذا فهي النهايه، يعني ما بيرجعش يقلب في دفاتره القديمه خالص، بالعكس ممكن يتعرف على حد جديد ويبتدي علاقه جديده، بس صعب جدا جدا ان الثور ياخد قرار بالانفصال ويرجع عنه تاني. فعشان كده لو انت انفصلت عن ثور قريب، اعرف ان العلاقه انتهت وابدا دور في حياتك وامشي في حياتك، لانه ممكن يكون اوريدي ارتبط وبدا علاقه جديده وانت قاعد لسه بتبكي على اطلاله. فاعرف وتاكد ان الثور طالما بعد وقرر ان هو يبعد وقال لك انا قررت، اذا فهو قرر ان هو ما بيرجعش ابدا يبص في الماضي. عارفين انتوا اغنيه ما بلاش نتكلم في الماضي اللي اخترعها عشان برج الثور. طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء. السر اللي عايزه اقوله لك على برج الجوزاء، اوعى تعتقد ان برج الجوزاء قاعد يهزر ويضحك وان هو مش مركز. حتى لو هو باين لك ان هو مش مركز او ان هو الموضوع مش في دماغه او ان هو مش مهتم، الا ان انت لازم تتاكد بنسبه كبيره جدا جدا ان الموضوع في دماغه وان هو مهتم، لان برج الجوزاء بالرغم من ان هو ممكن يدي لك الامبريشن ان هو طا 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 مش في دماغه، مش مركز، مفيش حاجه في دماغه اصلا، مش واخد باله منك، الا ان هو ممكن يكون بيراقبك وعارف تفاصيلك وعارف القصه من اولها ولاخرها. ان هو برج ذكي جدا جدا، مع ان هو بيحاولش يبين الموضوع ده، الا ان انت لازم تحترم ذكائه، لازم تحترم قوه ملاحظته، لازم تحترم دماغه، لان دماغه دي تتاقل بالوزن والذهب. فالرغم ان انت هتلاقيه عمال يهزر وتحس ان انت ايه يا عم بقى، بطل تفاهه وبطل واسكت كده، خليك على جنب انت مش فاهم حاجه، الا ان هو فاهم كل حاجه، وانت بالنسبه له ممكن تطلع انت اللي مش فاهم اصلا. اياك اياك تستهين بهزار وضحك وفرفشه برج الجوزاء ان هو مش ذكي او ان هو مش فاهم، لان انت هتتصدم صدمه حياتك جدا جدا جدا. ندخل بعد كده على برج السرطان. برج السرطان اوعى تتخدع في هدوء برج السرطان او سكوته، يعني هو ممكن يكون بيحبك جدا جدا وحاسس بمشاعر تقيله من ناحيته وتكون وحشه، بس السرطان بيخاف على نفسه قوي، بيخاف على كرامته وكبريائه جدا جدا، الا ان هو ممكن يكون حاسس بحاجه وما يجيش يبينها لك عشان خايف على كرامته وخايف ان انت تحرجه وخايف ان انت ما تكونش حاسس بنفس المشاعر. السرطان كتوم قوي قوي لدرجه ان انت تبقى تتجنن ونفسك تعرف هو بيحبك ولا لا، هو معجب بيك ولا لا، انت مهم بالنسبه له ولا لا، هو اصلا ولا في الدماغ يا قلبي، لان هو مش عايز يحسسك بده، بيخاف على مشاعره لا يتجرح. بعد كده ندخل على برج الاسد. برج الاسد اوعى تعتقد ان برج الاسد برج مش حنين، بالرغم من قوته، بالرغم ان هو يبان قاسي، بالرغم من
قوته من صلابته، الا ان برج الاسد لو دخلت في كواليسه ودخلت جواه هتلاقيه شخص في منتهى الحنان، وشخص حنان جدا جدا بيحب الناس وما بيكرهش الخير لحد، وانا بعتقد ان هو من اكثر الابراج الحنينه اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، الا ان صلابته وقسوته من بعيد او غروره شويه ان هو شايف نفسه ممكن تخليك تنخدع ان هو مش كده. برج العذراء، قولوا يا جماعه الكلام ده متفق معاكم ولا لا، والناس اللي شايفين الكلام ده مش مظبوط معايا او يعني مختلفين معايا اكتبوا لي تحت ليه وايه رايهم. اوكي طيب ندخل بعد كده على برج الحبيب، واي حد من برج العذراء يا ريت يعمل لايك عشان ده برجي، وانا انتوا عارفين انا بحب برج العذراء، وبرج العذراء من الابراج المهمه جدا جدا في القناه. ازاي؟ طيب برج العذراء، اوعى تتخدع في هدوء برج العذراء. برج العذراء في الوقت اللي هو هادي وتحس ان هو اتكسر وتحس ان هو وقع وتبقى حاسس ان هو خلاص دي جاب اخره او ان هو خلاص مش هيقوم تاني، الا ان برج العذراء من الابراج اللي بتعرف تعود بقوه، وفي عز كسرتها بتاخد قوتها. العذراء من الابراج اللي بتعرف تستعيد نشاطها وتستعيد قوتها، وعين هو في وقت من الاوقات العذراء شخص حساس جدا جدا، انت تحس ان هو اتكسر لدرجه ان هو مش عارف يقوم تاني، مش هيعرف ريكونسايل، مش هيعرف يرجع نفسه تاني، او تحس ان هو قد ايه شخصيه ضعيفه او قد ايه شخصيه مش قويه، الا ان هو هيفاجئك وبقوه، بقوته وبقدرته على ان هو اعاده تكوين نفسه او اعاده بناء نفسه. العذراء بيعرف يقوم صح، بيعرف يقوم بقوه. العذراء برج قوي، لازم تحترم قوته حتى لو هو مبين لك وش الضعف ووش الغلبان وانه مش قادر ومش عارف. برج الميزان، اوعى تستهين بهزار برج الميزان. يا برج الميزان بالرغم انه بيهزر وبيحب الناس كلها وشخصيه اجتماعيه جدا جدا وعنده كوميونيكيشن سكيلز رهيبه وعنده صحاب كتير جدا وعنده ناس كتير قوي قوي قريبه من حياته جدا جدا، الا ان الميزان ما بيحبش حد يعصبه، او ان هو شخص بالرغم ان هو سو ديسنت الا ان هو لو اتعصب او اتنرفز هتلاقي شخصيه مختلفه تماما، تلاقي شخصيه عصبيه، شخصيه اجريسيف، شخصيه عنيده. فما تتخدعش بهزار وضحك برج الميزان، وان هو تحس ان انت لو جيت عليه ان هو هيسامحك وهيسكت لك علشان هو شخصيه حبوبه كده ولطيف كده وجدع كده وما بيزعلش حد. لا، الميزان لما بيزعل بيعرف يزعل كويس قوي قوي، فما تتخدعش في الهزار والضحك وحب الناس والفرفشه اللي بتحصل، ان انت لو زعلته هتتصدم في ردود افعاله وفي طريقته. بعد كده هندخل على برج العقرب المائي. اوعى تتخيل ان برج العقرب المائي بالرغم من بيبان بقوه، بالرغم من بيبان بشموخ، بالرغم من ان هو بان ان هو لا يكسر، ان هو بيعيطش بينه وبين نفسه. برج العقرب من الابراج اللي سهل دمعتها سهله جدا جدا، ولما بيعيط لما بيكون حزين او متضايق او متاثر هو شخص حساس جدا بيعيط على فكره يا جماعه، الا انهم بيحبش يبين ضعفه، ما بيحبش يبين كسرته، ما بيحبش يبين المه قدام الناس. والعقرب من الشخصيات اللي بتعرف تخبي مشاعرها بجد، وما بتعرفش يعني ما بتحبش تبين ضعفها قدام حد. فبالرغم من ان انت تشوفه شخصيه مش ضعيفه خالص، شخصيه قويه جدا وشخصيه لا تتكاثر، الا ان هو بينكسر، بس بينكسر بينه وبين نفسه. انا عايزه كل العقارب اللي عندي دلوقتي يردوا عليا حالا ويقولوا لي الكلام ده مظبوط بالنسبه لهم ولا مش مظبوط. ندخل بعد كده على برج القوس الناري. اوعى تفتكر ان عدم التزام برج القوس الناري بمواعيده في شغله وعدم التزامه في عمله وعدم التزامه ان هو ما بيحبش المواعيد، ما بيحبش طريقه اللي هو المايكرو مانجمنت، ان هو شخص فاشل في شغله. بالعكس، برج القوس من الابراج الناريه اللي لو حطت حاجه في دماغها بتعرف توصل لها كويس جدا جدا في شغلها. فما تتخدعش في برج القوس بعدم التزامه، وان انت تحس ان هو شخص ملتزم، ان هو ما بيعرفش يحقق اللي هو عايزه، ما بيعرفش يوصل اللي هو عايزه. برج القوس لما بيحط حاجة في دماغه بيوصل لها، يعني بيوصل لها وبيبهر الجميع بقوته. بعد كده ندخل على برج الجدي. برج الجدي، اوعى تفتكر عدم اعتراف برج الجدي بمشاعره ليك زيه زي السرطان، ان هو مش بيحبك. الجدي شاطر جدا جدا هو بيخبي مشاعره وما بيحبش يبين مشاعره الحقيقية، فبالرغم من ان انت بتكون حاسس ان هو انت مش في دماغه، ان هو انت شخص مش مهم بالنسبه له، ان هو شخص ناجح جدا وان هو عارف يوصل وعارف يعمل اللي هو عايزه، الا ان هو ممكن يكون بيفكر فيه كتير جدا. بس برج الجدي مشاعره عزيز عليه، مش سهل يعبر عن مشاعره الحقيقيه لاي حد، فبالتالي بياخد وقت طويل جدا جدا عشان يتاكد ان مشاعره دي مشاعر حقيقيه، عشان يتاكد ان احساسه ده احساس قوي حقيقي، بعد كده هيجي يعترف لك. بس برج الجدي مش من الابراج اللي سهل تعترف واللي سهل ان هي تتكلم عن نفسها، هو كتوم زيه زي السرطان، يمكن من دول من اكتر الابراج الكتومه. انا هعمل لكم فيديو عن الابراج الكتومه اللي ما بتعبرش عن مشاعرها. قولوا لي تحبوا الفيديو ده، وقولوا لي ايه المنافسات اللي تحبوا ترتيب الابراج فيها.
الا ان برج الجدي من الابراج الكتومه اللي ما بيحبش يعبر عن مشاعره، علشان كده ما تتخدعش في هدوءه ان هو ما بيتكلمش كتير وان هو ما بيعبرش بمشاعره، وممكن يبقى حاسس بمشاعر قويه جدا جدا من ناحيتك لان هو ما بيحبش يتكلم كتير عن نفسه. طيب ندخل بعد كده على برج الدلو اللي بحبه جدا جدا وبعشقه، تحيه كل الناس في برج الدلو عشان ده برج ابني حبيبي عمر، بحبك قوي يا عمر. طيب برج الدلو من الابراج اللي ما بيحبش الصوت العالي، يعني بيكره الصوت العالي قوي، ما بيحبش حد يزعقله، ما بيحبش حد يتعصب عليه، ما بيحبش حد يكلمه بطريقه مش عاجباه. يعني انت ما تعصبش على برج الدلو، لو اتعصبت على برج الدلو اذا فانت خسران النقاش ومش هعمل لك اي حاجه انت عايزها. لما تكون عايز حاجه من برج الدلو خدها له بالاقناع، اشتغل على عقله، يعني اقنعه بعقله، ما تقنعهوش بعواطفه لان برج الدلو مش عاطفي، يعني مش هتعرف تجيبه بعاطفيته، مع ان هو طيب جدا جدا الا ان هو مش عاطفي يعني الدرجه الاولى. فبرج الدلو لما تكون عايز تقنعه بحاجه ولما تكون عايز تاخد منه حاجه ادخل عليه بعقله وبطريقته، واوعى تدخل عليه بالصوت العالي، ان لو دخلت عليه بالصوت العالي اعتبر الموضوع باظ، لانه ما بيحبش حد يعلي صوته عليه ولا بيحب حد يعصبه ولا بيحب حد ياخد منه حاجه هو مش موافق عليها. احترسه جدا جدا من النقاط اللي انا بقول لكم عليها دي. اخر حاجه برج الحوت، اخر سر عايزه اقوله لكم عن برج الحوت، اوعى تعتقد ان برج الحوت في طبته ويعني جدعنته وكرمه ان انت لو جيت عليه هو هيسيبك، لا، ده برج الحوت بقى من اكثر الابراج الانتقاميه اللي ما بيسيبش حقها خالص واللي ما تقدرش تسيب حقها مهما حصل. فبالتالي ما تتخدعش في طيبه برج الحوت، ويا سلام بقى كيوتنس بتاعته، وان انت تعتقد ان انت ممكن تاخد حاجه منه بالغصب عنه او ان انت تجبره على حاجه، لان عمر الكلام ده ما يحصل، ان برج الحوت ما بيعرفش يسيب حقه وما بيرضاش يسيب حقه، هو برج انتقامي جدا جدا، ويعني لو جيت عليه مش هيسيبك مش هيسيبك مش هيسيبك. ثانك يو، بحبكم، انا مستنياكم كلكم بقى تقولوا لي بالظبط تحت انتوا مقتنعين بالكلام ده ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا على انستغرام وعلى الفيسبوك وتشتركوا في قناه الكلام المفيد وتتفرجوا على الفيديوز التانيه. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، باي باي، مع السلامه.